ابن مركز طنطا ابوه بطل كبير وكان حلم حياته ياخد ميدالية، بيقولوا عليه ساب امتحانات الثانوية العامة وسافر باريس عشان يجيب لنا ميدالية اولمبية. تعالوا نقول لكم قصة البطل المصري محمد السيد. الله عليك يا بطل، فرحت كل البلد. محمد السيد ابن طنطا يحصد اول ميدالية مصري. بطلنا الشاب الاستثنائي محمد السيد صاحب 21 سنة يكسر المجري تيبور بالنقطة الذهبية ويكسب برونزية سلاح سيف المبارزة متوجا لمشواره الملحمي بأفضل شكل ممكن عشان يجيب لمصر أول ميدالياتها بدورة الألعاب الأولمبية بباريس. فوز محمد السيد تقريبا دخل الفرحة في كل بيت مصر، فوز وانتصار عاشته مصر كلها خلال الساعات اللي فاتت مع فرحة غير معقولة، فرحة وسعادة ممزوجة بفخر لكل مصري بعد تفوق كاسح للبطل محمد السيد. محمد السيد رغم خسارته في نص النهائي بعد أداء مشرف وممتع قدر يحسم البرونزية بعد أداء عالمي في آخر اللحظات وكأنك في مباراة سلة. رغم تحامل الحكم على البطل محمد السيد لكن القدر يغلب الظروف ويحقق الحلم الأولمبي. في أولمبياد طوكيو اللي فاتت لما ظهر لاعب شاب وقتها عنده 18 سنة كسب مصنفين كتير بل وأقصى بطل العالم وقتها الفرنسي فوري ونجح في الوصول لربع النهائي في أول مشاركة ليه في الأولمبي. الشاب ده كان محمد السيد. عشان التاريخ يعيد نفسه ويرجع تاني يلعب ضد بوريل وهو على أرضه وسط جمهور وكمان المصنف الرابع عالميا، إن شاء الله ابننا قدها ويكرر فوزه تاني ويلعب على الميدالية الذهبية في اللي جاي بعد الخسارة في نصف النهائي ونجاحه في تحقيق البرونزية. قصة محمد كانت ملهمة حتى للمتابعين نفسهم على السوشيال ميديا وعلقت الجماهير على محمد وقالت لو الأولمبياد نسخة مصغرة من الحياة فالرياضيين دول إحنا. وسط موجات السخرية المعتادة من الرياضيين المصريين في الأولمبياد لأن الناس عندها مشاكل دايماً مع الانتقاد وخلاص بيطلع كم بطل شبهنا تماماً يحققوا شيء بإمكانيات أقل من منافسيهم ويدونا نبذة مختصرة عن رحلة كفاحنا في الحياة برحلة كفاح شبيهة بتدينا بصيص من الأمل إن المساعي يمكنها أن تتوج يوما ما، رحله شبيهه في كل تفاصيلها وسط قله الاهتمام والاعتماد على الذات وتحملها فوق طاقتها في حياتك الشخصيه والمعافره وتحمل الظروف المحيطه وكمان تحمل السخريه من المحاوله وغياب الدعم. هي مش دي رحلتك، مش دي حياتك، مش دي اللي بينميك، مش ده اللي بينيمك معيط على المخده بعد ايام بتتظاهر فيها بالقوه، مش دي الحياه اللي انت عايشها ولو حققت حاجه وسطها بتتنطط من الفرحه لانك عارف كويس انت حققتها رغم ايه. طب ما انت شبههم وهم شبهك اهو، امال بتتريق عليهم ليه؟ مبروك لمحمد السيد اول برونزيه ومبروك لكل واحد بيعافر وسط اللي احنا فيه ولسه بيحلم وبيحاول وبيحقق او بيقع ويقوم تاني فيحلم ويحاول ويستنى يحقق. احلامكم هي احلامنا ورحلتكم هي رحلتنا والعوائق واحده وكل واحد فينا بيعافر بس في ملعب. مبروك لابن مصر ومبروك لابن مركز ومدينه طنطا، ان شاء الله يكون محمد السيد بدايه طريق حصد باقي الميداليات ويقدر بطلنا العالمي يحقق القاب تانيه بطموحات واحلام المصريين كالعاده بقى. ربنا يكرمك يا محمد ودايما في مراتب عاليه وان شاء الله تكون وش الخير علينا. دي كانت بعض ردود افعال الجماهير على تتويج محمد بالبرونزيه التاريخيه.